التي ستكون مرحلة عودة الاستقرار، إعادة الإعمار والتنمية في كل مناطق ليبيا، وهذا يتطلب جهود وبيئة مضنية لتحديد الاحتياجات ورصد المختنقات والعوائق وتلخيص التحديات التي نواجهها نحن الليبيين، سواء تحديات اجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية أو غيرها من التحديات، واقتراح تصورات تترجم إلى برامج للتنمية المكانية وتنمية الإنسان أينما كان وفي منطقته، وذلك بتقديم الخدمات للمواطنين في أماكن إقامتهم دون تهميش أو إقصاء لأي منطقة، ولتحقيق عدالة التنمية واستثمار الموارد الوطنية في كل ربوع ليبيا الحبيبة. وذلك يتطلب أن يتم حصر كل الموارد في جميع المناطق من موارد بشرية وطبيعية واستثمارها لتحقيق انتعاش اقتصادي وتوفير فرص عمل وتحقيق التنوع الاقتصادي، وهذه أهداف تنموية وطنية ينبغي أن نعمل ليل نهار لتحقيقها. مجلس تخطيط الكفرة حسام الدين علي أبو راس رئيس مجلس تخطيط الوادي. حامد حسن محمد رئيس مجلس تخطيط سبق. أهلا وسهلا. رهيب الشتوي رئيس مجلس تخطيط جفار. أهلا وسهلا. موسى أحمد موسى المجبري مجلس. مناقشة كيفية إدارة منصات التواصل الاجتماعي للمجالس وكيفية استعمالها والتنسيق في ذلك مع مجلس التخطيط الوطني. إعداد قاعدة البيانات التنموية للمجالس بالمناطق والبلديات المختصة الواقعة في نطاق الجغرافي لكل مجلس في المشاريع السابقة والجارية والمقترحة. نحن مش اللي يفرج نعرفوا اللي علينا كمجلس تخطيط وعلى السادة في مجلس التخطيط الوطني والله على في الجهات الأخرى اللي مختصة في هذا القانون. القانون حدد يعني العلاقة تحديدا أن المجالس هي كما قال الأستاذ أحمد هي ذات الذمة حقيقة يعني. لكن اللي حيسمع يقع في فوضى يعني تحت تأخير الكلام يعني. احنا عندنا اي جدول اعمال نكملوا فضل شكرا للتداخل هذه اداره النقابات الإنتاجية أو العمالية في ليبيا استحوذ عليه وجود الفراغ في عدم وجود لجنة لشؤون النقابات أو لجنة تختص بإعادة تصحيح أوضاع النقابات في ليبيا. يقوم هو بشدة أن احنا ننظر تحت الاتحادات العمالية والاتحادات الإنتاجية. أنا جاي طويل يا أستاذ. شو الموضوع؟ هم استغلوا الفراغ لأن ما فيش لجنة لشؤون النقابات تنظم عمل النقابات سواء كانت مهنية ولا حرفية ولا إنتاجية، فضموا الموضوع كله وسألوه بعد يعطوا لدرجة حنية الدخل في شؤوننا وعطوه ما يفيد يعرف بين النقابات.
النقابه الخاصه يجمع عليهم مش حقه، عرضناهم بالقانون لان هذا لا يصح. هم ومنظمات المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني دخلوا تحت اعطاء تراخيص لبعض التنظيمات النقابيه او المهنيه، وكذلك الاتحادات العماليه. وهم احنا تمنينا ان يكونوا جسم واحد باش يجوا يتفاهموا احنا وياه، اصلا هم اتحاد كان اتحاد. اجتماعنا اليوم بخصوص تضامن النقابات المهنية مع النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس في مطالبها المشروعة قانونا وشرعا وعرفا. نشكر قناتكم الموقرة على متابعتها على هذا الحراك، إن دل على شيء إنما يدل على مهنية القناة واهتمامها بهذه الشريحة الذي حقيقة تم تهميشها. ونتفاجأ من الحكومة أن تعلن عودة الحياة في مشاريع دون الاهتمام بالتنمية البشرية وعودة الحياة الحقيقية في الجامعات. الوضع متجه اتجاه غريب وتجاهل غريب من الحكومة. نطالب قناتكم بالتواصل للضغط على الحكومة من أجل إيجاد حلول قابلة للتطبيق لحلحلة هذا الموضوع. تنادوا اليوم النقابات المهنية على مستوى الدولة الليبية، وأيدوا النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس في مطالبها، وهي لتحديد وقفة يوم 12/9 بعون الله حيكون فيها كل النقابات المهنية، وحنقول لا للفساد، نعم لتكوين الدولة. وشكرا وبارك الله فيك. الاسم عصام ميلاد ملاطم، الصفة مدير إدارة التسويق في شركة القافلة للتأمين، شركة لها اسمها ولها بصمتها في السوق الليبي. أشعر بفخر بوجودي في هذا المحفل العظيم، ولأول مرة أرى مهرجان بداية الدراسة على الأراضي الليبية، وما يزيدني فخرا أنني قاعد ما بين مدارس تقدم في أروع الإمكانيات من أجل خلق الطفل والرفع من مستوى التدريس ومستوى الطلبة في بلدنا العزيز. ما أعجبني أيضا وجود كم هائل كبير من الزوار المتفهمين، فللأمانة أشهد شهادة طيبة على مجتمعنا الليبي البسيط أننا نرتقي كل يوم. أتوجه بخالص شكري وامتناني لمن كانوا سبب في هذا، ومن أعد لذلك، ومن كان له بصمة سواء كانت كبيرة أو صغيرة في هذا المحفل. فللأمانة نبي نبشر مدارسنا ونبشر أولياء الأمور في ليبيا أن شركة القافلة للتأمين أنتجت إبداع من إبداعاتها، وهي وثيقة تأمين حماية الطلبة في المدارس، وثيقة قليلة في ثمنها وكبيرة في تغطياتها. مشاركين في المعرض الثاني الوسائل التعليمية بجناح يخص الشركة، شركة تعاون الطباعة والدعاية والإعلان، بأمور يعني تخص
التعليم بصفة عامة، يعني يساعدوهم في اللوحات المكتبية، هذه خاصة باللوحات المكتبية خاصة بالمدارس، الفصول، أمور زي هذه، الأعلام، أمور زي هذه. ويعني كانت المشاركة الأولى لنا، وإن شاء الله تكون يعني مش الأخيرة. وكان يعني معرض ممتاز جدا، يعني لقى يعني نجاح كبير، واتمنى التوفيق للقائمين عليها المهرجان هذا، ان شاء الله نكونوا معهم في. لا، كان حضور يعني ممتاز جدا، فوق المتوقع، ما كناش نتوقع يعني بشكل هذا. كان امس بالذات يعني يوم الافتتاح كان في زخم كبير وفي عدد كبير، يعني ما شاء الله، يعني ما كناش متوقعين الشيء هذا، فكنا متصورين يعني اقل من هيك، لكن ما شاء الله. يعني الغرض اظهار ما يقوم به المعلم والمعلمة اثناء الحصة للدرس التفاعلي والدرس باستخدام الوسيلة التعليمية، لأن الآن الطالب يدرس ما هو محسوس. الآن الإحساس ضروري من أحد مهمات المعلم والمعلمة أثناء إلقاء الدرس، فهذه وسائل معلمينا في بلدية مصراتة. خذينا نماذج من بعض المدارس لعرضها لكي تنتشر الفكرة في ليبيا بصفة عامة. يعني طبعا هذه شوفوا فيها، لو شفتوها عندنا هذه الأجهزة دي، سواء كانت متحركة أو كهربائية أو ثابتة، هي عبارة عن جهود المعلمين لإيصال الدرس أو المعلومة للطالب بجهد أقل وبتركيز أكبر طبعا باستخدام الوسيلة التعليمية. الشكر كامل طبعا لمعلمينا ومعلماتنا. أكيد هي ما فيه لقاء إلا ما يقولوا فيه فائدة. اللقاءات هذه كلها مفيدة طبعا، ولاحظنا تفاعل الزائرين مع معرضنا طبعا، يثني معظم الناس عليها الوسائل، وانتشارها طبعا هو المهم، والفائدة تعم الجميع. نحن الآن تحديدا في سوق المشير في فندق بنك زكري لصيانة الذهب والفضة، ونخصص هذه العدسة نتعرف من خلالها على كيفية صناعة الذهب الفضة، كيفية صيانة ذلك، كيفية المحافظة على الهوية التي يحرص القائمين في هذا السوق على ترسيخها ومتابعتها وبقائها في هذا الوطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبتين بك، السلام عليكم. مرحبا. الله يسلمك، ربنا يعينك. الله يبارك فيك ونيك. بداية لو تحدثنا على طبيعة هذا السوق ونشأته، هذه المهنة اللي وليد قال السوق سباها من هيك المرة اللي ما كنتش تستغنى عنها. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. أولا أنا بدايتي في السوق من سنة 1962. ما شاء الله. لي تقريب 61 عام. طبعا بدايتي خدمت عند الناس اللي عايش واللي توفى. يعني تحدثنا على طبيعة الصنعة، كيف اقبال الناس عليها بالذات السنوات الأخيرة. طيب وائل، خلينا نحن معلش حناخذ من وقتك زميلي المسوف، لعل يطلعنا حتى على كيفية العمل. انت تو منشغل في العمل، كيف الاقبال الناس؟ يعني هذه بالنسبه فضه طبعا، هذه بالنسبه للاقبال طبعا، هذه فضه احنا بتاعنا، احنا نقولها فضه طرابلسيه. يعني طرابلسيه يعني مثلا بضاعه الصدره وبضاعه مثل بتاعتنا احنا، يعني خدمتنا احنا يعني. فهذه هي طبعا اشكال وانواع يعني بالنسبه للموديلات كشكل يعني. تو عدسه زميلي مسوف قاعده تشير للموجود في الفترين عندك. صح عليك، هذه بالنسبه لهذه اشكال وموديلات، ومثلا احنا نقول ستامبات، احنا بمعنى احنا نقول يعني، فهمت عليها كيف؟ خلاص هذه طبعا بالنسبه للخناق، البزوان، الضفه، الشنقال، التكليله. بالنسبه طبعا للخدمه هذه، حتى هي خدمه نتاعنا، حتى هي هذه طبعا عباره عن تصليح. تو مثلا البضاعه تتكسر نصلحها. يعني زبون جايبته على اساس تقوم تصلحها. جايبها زبون مثلا بيعاود يذهبها من جديد يعني. بيصلحها، فحنا نصلحه وندهبها مجيد نرجعها زي ما كانت، عاد الله مثلا نقول جديدة يعني بمعنى، فهمت عليها كيف ولا؟ ونفتح المجال يعني للقائمين على هذا السوق، ما هي الصعوبات ربما تواجههم، التحديات، وأيضا نفس الرسائل حتى تبعث على الأمل يعني. السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبتين بك.
كيف حالك؟ شو حالك؟ الله يسلمك. شو اخبارك؟ طيب اليوم التناصح معكم في يعني وضع الناس في صورة هذا النشاط، يعني من باب تجديد التعريف به وبهذا الأمر، كيف وضعية السوق وكيف نشاطك؟ والله باي ماشي الأمور، باي الحمد لله نشاط. بالنسبة لهذا قرانا واحد وعندنا احنا خدمة شنبير، أنا متخصصين فيها شنبير، بس كحرفة واحد راه ما هناكش، راه ميتة راه ما فيش مساعدة هي هذه، وإن شاء الله تمشي الأمور قدام. طيب نحن خلونا نتيح لزميل المصور اللي لو تعرف بالنوعيات الموجودة كما يشاء. نفس الشيء خناق وبرزوان، كل هذه بدلة تامة وصوار وحزام. كلها تجهز كاملة. كلها ترى. طيب بالنسبة للنقوش هذين فين تطور ولا أنتم في إرث محافظين عليه؟ يعني نقشة ما لا ديما في تطور، ديما تتغير موديلات وتغير نقشات واحد. ما اللي يساهم في الابتكارات؟ كل اللي يخدم يمهر باش ينتج وباش يبدع وباش يبيع. لكن في نفس الوقت محافظين على الهويه وعلى النقش الليبي، يعني لان نحن تالي في حاجه خاصه بالنقش الليبي الفضه، ما فيش حاجه دخيله عليه مثلا من دول تانية. لا 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 كل حاجه زين، لان لما يكون الصنايعي مش ليبي اكيد زين. احنا هذا كله زين. لا لا ملاش. لا لا زين وماهرين فيه وبعدين فيه ان شاء الله. بعدك بالصحة وحاجيك بالدعم وصوتك. ما لي خدمة فينا عندنا حتى الواحد. هاي تفضل. في جنابية كل حدا فكرة. هاي ما. هاي تفضل. هذا على تفضل زين. هذا مقبقب، هذا موديل هذا. شو يسمى هذا؟ هذا مقبقب يقولوا له. طبعاً. وهذا الكبير. إيه سامي، هم سامي من الدولة وماشي. طبعاً بالمناسبة التسمية هذه من يطلق فيها. احنا نطلعوا ماشي الامور وخلاص، وتبدا من الدوله وخلاص زي الاحوال، خطين وخط ودوديه كلها كي تمشي الامور. اسمع الاخ مصطفى عربي، الناس القدام والناس اللي متقنين الحرفه عن اب عن جد، يعني ما شاء الله عليهم كل الشباب، كلها ما شاء الله طيبين بالواجب. معلش المقاطعه، لاحظت ان الاخ مصطفى نفس الشيء ورث كلمه بس المهنه زي ما سامع عندنا حواتي وابنائنا يعني ورثه واخذينها يعني. ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله اجمعين ان شاء الله. بارك الله فيك. لازلنا نواصل عدستنا وهذا التجوال من داخل سوق بن زكري لسيادة الذهب والفضة من عائلة الحراتي. اليوم نحن عند ابناء العريبي ولازلنا في مواصلة هذا البث وهذه العدسة. طبعا نحن حنفتح المجال لكل المطالب القائمين على هذا السوق، رسائل وحق المكفول للجهات المسؤولة لكي ترد على كل هذه المطالب. ندخل طبعا إلى الحراتي الابن الثاني وليد، مرحبتين بك يا وليد. أنا تفاجأت إن الوالد تريتهم في وائل خطيك، يعني ما شاء الله. عندي أخوي السلام. وليد شو الكلمة تحب تقولها بالمناسبة؟ المجال مفتوح لك من خلال قناة التناصح. قناة التناصح، وإن شاء الله صوتنا يوصل قبل كل شيء، نبو نوصله رسالة للمسؤولين قبل كل شيء. أول حاجة في بلاد ما فيهاش صاجو، احنا اللي هو نقولوا له احنا المختبر، بلاد ماشي غير مختبر، لا ذهب لا فضه. اللي بيجي يدير عيار ضعيف، عيار قوي، عيار كذا، ما فيش مسكر لي 5 سنين. تعرف انت المفروض انت باش تشري حاجه ولا باش تخدم حاجه لازم تمر للصاجو قبل، احنا نقولوا له ما فيش صاجو. رسلنا بلدية طرابلس، إنه هو تبع بلدية طرابلس، رسلنا زي ما تقول وزارات كذا، لهذا يقول لك يا صاح عندك حق، وما فيش حد من زي ما تقول جانا ولا قال صح ولا كذا. راو نحكي لك أنت، راو في كدولة راو. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إحياء لذكرى تحرير الذكرى 12 لتحرير مدينة صبراتة. بداية في هذا الاحتفال، ولا يسعنا إلا أن نترحم على شهدائنا الأبرار على خدمة المدينة وأهلها. وبهذا تحققت
أهم أهداف ثورة 17 من فبراير، وهي مدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة داخل مدينة صبراتة. عليه وبقوة ضيوف الأكارم في غرب ليبيا وشرقها، في شمالها وجنوبها، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وتهنئة خالصة من مجلس حكماء وأعيان صبراتة بمناسبة تحرير هذه المدينة في مثل هذا اليوم، يوم 14/8/2011. كما نترحم على جميع الشهداء. 12 بمناسبة دخول أول شرارة لثورة 17 فبراير إلى مدينة صبرات، المدينة التي تعتبر قلب المنطقة الغربية وقلب الساحل الغربي. ذلك اليوم 14/8/2011 الذي أعلنت فيه المنطقة الغربية على بداية تغيير النظام، أتحدث اليوم بصفتي كمدير لمديرية الأمن. لو سألتموني قبل أن ألتقي بكم من سيكون حاضرا في هذا المكان لإحياء هذه الذكرى لذكرتهم لكم بالاسم. طيلة 12 عاما نفس الوجوه، رحم الله من توفى ومن استشهد من أبناء هذه المدينة، نسأل الله أن يتقبلهم بواسع رحمته. هذه الوجوه التي أمامي هي من أخذت على عاتقها مهمة استكمال تلك الرسالة. على الصعيد الأمني أتحدث ولن أطيل، أن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. يوم 14/8 والأحداث التي شهدتها ليبيا عام 2011. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان ملتقى اتحاد ثوار صبراتة بالذكرى 12 لتحرير المدينة. ونحن نحيي الذكرى 12 لتحرير مدينة صبراتة، نترحم على كل شهدائنا الأبرار الذين قدموا أنفسهم لأجل أن نعيش هذه اللحظات الخالدة ونحيا حياة حرة كريمة، حياة يتعايش فيها كل المواطنين بعزة وحرية، سائرين نحو البناء والتقدم بإذن الله تعالى. وندعو الله بالشفاء العاجل لكل الجرحى الأبطال البواسل، لأن جراحهم هي التي ضمدت جراحنا، ودماءهم هي التي ارتوت بها الأرض، هي نبراس الطريق نحو تحقيق الأهداف. وكذلك لا ننسى المفقودين الذين غيبتهم يد الغدر والاستبداد. أيها الإخوة الأحرار، علينا توحيد الصفوف من أجل الرقي بمدينة صبراتة، مدينة التاريخ، مدينة الثقافة والحضارة والجهاد، وكل الأرض الليبية، من أجل أن تعيش ليبيا واحدة موحدة. وكذلك علينا العمل على تحقيق أهداف ثورة 17 من فبراير. كذلك ندعو كل الثوار وكل أهل مدينة صبراتة لنبذ الخلافات والتعاون والإسهام في بناء مدينتنا صبراتة ووطننا ليبيا، من أجل الوصول إلى ثورة البناء والرقي عليه. وبعون الله تعالى نعلن الآتي: ضرورة العمل على ما تم الاتفاق عليه في بيان إعلان اتحاد ثوار صبراتة في الملتقى السابق الموافق 27/5/2023 ميلادية. ثانياً، التمسك بمدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة ورفض أي عمل انقلابي تحت أي شكل، ونؤكد على وحدة التراب الليبي. ثالثاً، المطالبة باستكمال مشروع الدستور الليبي والاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي. رابعاً، تفعيل المجلس العسكري أسوة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
تفعيل المجلس العسكري أسوة بباقي المدن لتنظيم القوة الفاعلة المساندة للمؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية، وسيتم إحالة ملف الموضوع إلى القائد الأعلى للجيش الليبي ووزير الدفاع ورئاسة الأركان للجيش الليبي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لنجاح هذا العمل. عاشت ليبيا حرة موحدة، عاشت ثورة 17 من فبراير، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وعاشت صبراتة آمنة مستقرة منارة للتاريخ والحضارة والثقافة. اليوم وبحمد الله وبعون الله تم الاحتفال بالذكرى 12 لثورة 17 لتحرير مدينة صبراتة، وهذه الذكرى 12 وفاة لدماء الشهداء ووفاة لجرحانا نسأل الله لهم الشفاء العاجل. اليوم تم صدور بيان أكد فيه الحاضرون على مدنية الدولة ورفض أي عمل انقلابي مهما كان شكله، والآن يعمل جاري العمل على تفعيل المجلس العسكري، وسيتم مخاطبة القائد الأعلى للجيش الليبي ووزير الدفاع ورئاسة الأركان لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم حتى لتنظيم القوة المساندة الفاعلة المساندة للمؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية لتنظيمها وتكون عملها منظم، وبإذن الله عند إتمام إجراءات الجهاز الوطني للقوة المساندة سنعلن انضمامنا إليه. والله أكبر، الله أكبر، ودامت ليبيا حرة أبية، وعاشت صبراتة مدينة التاريخ والثقافة. إلى كل أهل صبراتة، إلى كل أهل صبراتة ثوار وباقي الطيارات الأخرى، علينا توحيد الصف من أجل نجاح هذه المدينة والرقي بها، لأننا كلنا شركاء على هذه الأرض، وكلنا على سفينة واحدة، إن غرقت سيغرق بها الجميع، وإن نجت سينجى بها الجميع. والله أكبر، والله أكبر. مدينة صبراتة مدينة خالية من أي شيء يتهمونه بها، فهي مدينة السلام والرخاء، مدينة السياحة، مدينة الثقافة، مدينة العلم، والعديد من المهاجرين. الآن الشواطئ في صبراتة ملأة بالسواح المحليين والسواح الأجانب، لأن هي مدينة السلام والرقي والحضارة، بعيد عن أي قبلية وبعيد عن أي تعصب. والله أكبر، والله أكبر. والشكر لقناة التناصح لأنها مواكبة لجميع نشاطاتنا بهذه المدينة، وليجزي الله العاملين بها خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.